بيتزا ممتازة. أسرع أودي بغضب وقلة صبر. كنت لأمشي ذهاباً وإياباً بعصبية، لكن من الأسهل أن أطلب ذلك من أودي. لقد طلبت جون البيتزا منذ 20 دقيقة. ها، لقد تأخر، أتدور جوعاً. حتى لو وصلت الآن سأكون ضعيفاً لأفتح الباب. سأحضرها، أنا سأحضر البيتزا، أنت أحضر المال. انتبه، هر جائع. هل أنت تطعم الهر؟ ليس أكثر من 10 مرات يومياً. بيتزا فيتو، أفضل بيتزا في العالم. ثمة خطب ما هنا. هذه أسوأ بيتزا على الإطلاق، كانت جافة وعديمة النكهة. فيتو، ماذا فعلت بي؟ ماما مينيز بيتزا بالاس؟ نعم، للأسف الشديد لم أطلب بيتزا فيتو، لكن لدي قسائم لهذا المطعم. لا تمانع، صحيح؟ لا بأس، أنت تمانع قليلاً، صحيح؟ سيد أربكل، سررت برؤيتك. أفرح برؤية أي زبون. يبدو أنك لا تعمل جيداً يا فيتو. لا أعمل أبداً منذ أن فتح المحل المجاور. انظر إلى هذه الفظاعة. ماما مينيز بيتزا بالاس. هل قلت ماما مينيز بيتزا بالاس؟ إنها تصنع بيتزا رهيبة. لديهم قصائم وعروض ومسابقات وسرقوا كل زبائني. إذن لماذا لا تبيعني مخزنك كي أطور أعمالي؟ أبداً. ها؟ هل أنت؟ صحيح، أنا ماما ميني. خذ قصيمة 12 بيتزا ب8 واحدة. 12 بيتزا، إنها صفقة رائعة. غير صالحة للأكل. طريقة تحضيره للبيتزا رهيبة، دع فيتو يعلمك طريقة تحضيرها. أمزج العجينة بيدي، أتذوقها لأتأكد منها. ممتازة، أرميها في يدي. وأضع الصلصة بكثرة، ثم الجبنة والمزيد منها. وأضيف النحايق والبيبروني والبصل والفلفل والأنشوفة. حسناً، لا أضع الأنشوفة. رائع، اتبعوني من فضلكم. سأريكم طريقة التحضير، الطريقة العصرية وغير المكلفة. من الأفضل تحضيرها بالآلة. بيتزا جراند 7000، تنتج 10 بيتزا بدقيقة واحدة. هل تحضر البيتزا؟ البيتزا بالآلة، هذا تصرف غير إنساني، إنه مبتذل. اعتمدت البيتزا. ها هي البيتزا ساخنة. ليست وسيلة مقبولة لتحضير البيتزا. سأتذوق شريحة. غارفيلد، أتريد واحدة؟ مستحيل، سبق وجربت بيتزا ماما ميني المزعومة. أريد بيتزا بكل المكونات من فضلك. سأريك الآن كيف تصنع. نعم سيد ماما ميني، بيتزا بكل المكونات. هل أشبه كرة عجين؟ حسناً، لا تجيب. النجدة! للأسف طعم البيتزا كالكرتون تماماً. لا، غير صحيح. بيتزا اللحوم طعمها كالكرتون، هذه طعمها كالبوليسترين. والبيبروني والبصل والفلفل والأنشوفة. لا، لا أريدها. الأناناس. نعم. 5 4 3 2. تفضل يا صاح. حين قلت بيتزا كاملة المكونات، أنا لم أقصد الهر. هاي، من الأفضل أن تحصل علي بدل البيتزا الفاسدة. آسف جداً ماما ميني، لن أطلب طعامك مجدداً. وماذا لو عرضت عليك حسماً؟ حسماً؟
ومسابقات بمكافأة مالية. مكافأة مالية كبيرة؟ نعم نعم. أرأيت. تتفوق وسائل ترويجي على البيتزا خاصتك دوما، لذا ستبيعني شركتك كي أهدمها وأتطور. فيتو بيتزا، ألو، أنا آسف سنغلق. نعم، أنا إيدي غورمان، ناقد الطعام التلفزيوني المشهور. مؤكد سمعت بي أو رأيتني. سأجرب البيتزا خاصتك، وإن أعجبتني سوف أوصي بها إلى ملايين المشاهدين على التلفاز. ستوصي الملايين بالبيتزا؟ صحيح، الملايين. أحضر بيتزا بيبروني إلى منزلي 747 شراوافل خلال 30 دقيقة وإلا ستخسر. هذه فرصتي، سيقيم إيدي غورماند البيتزا. ماذا تقول؟ يتابعه الكثيرون، والأسوأ أنه ذواقة. ابتعد ماما، بعد أن يخبر إيدي غورماند العالم عن البيتزا خاصتي ستتهافت الحشود إلي. سأحرص على ألا يحدث هذا. ولكن يا فيتو، أنا لا أتقن تسليم البيتزا أبداً. لا تعمل شاحنتي، ويجب تسليم البيتزا إلى عنوان 20 دقيقة. أسرع. انتظر نجم البرنامج. انسى أمرها، علينا الآن منع تسليم البيتزا هذه. عجباً، يحاول ماما ميني إيقاف التسليم. لن أسمح بذلك. إن لم أصل إلى شارع وفل 747 سيقفل فيتو بيتزا. اركب. أنا لم أسمع بشارع وفل، جده على الخريطة. إنها مهمة صعبة لأنها خريطة البرتغال. يحاول إبعادنا عن الطريق. ماما ميني، إنه يمنعنا من تسليم بيتزا فيتو. هذا ما يبدو. حسناً يا صديقي، أعطني تلك البيتزا. أي بيتزا تقصد؟ أنا لا أملك بيتزا. لديك 3 ثوان فقط لتسليم تلك البيتزا الآن. يتصرف الرجل بخشونة. يجب أن أتصرف، إنني أحتاج إلى مؤن. اسمع، لننسى أمر البيتزا الآن ولنطلب الطعام الصيني، إنه لذيذ. ماما، هيا الحق بشاحنة تسليم البيتزا. الشاحنة. إلى الأمام لنسلم البيتزا. هيا لا تدعه يهرب، إنهما وراءنا. هذه بيتزا ماما ميني، إنها صالحة لأمر واحد، إنها سحور طائرة. تقود بطريقة جنونية. لا أرى، ثمة بيبروني فاسد على الزجاج. نجحت يا جارفيلد، لن يعيقنا أي شيء أبدا. لا ينفع ذلك، لدينا دقيقة لتسليم البيتزا لشارع وفل 747. لا جون، هذا شارع وفل 747. وصلنا، أسرع، أعطني البيتزا. لا، هذه ليست. وصلت في الوقت المحدد. مرت فترة طويلة، لو تأخرت 10 ثوان لانتقدتك بشكل سيء. تذوقها، هيا ستحبها. لا أصدق، هذه أسوأ بيتزا على الإطلاق. البيتزا الأسوأ؟ هذه بيتزا فيتو حقيقية. ماما ميني بيتزا بالاس.
هذه ليست بيتزا فيتو. نعم، هذه بيتزا فيتو. هذه أفضل بيتزا على الإطلاق. شكراً أيها الهير، تستحق البعض منها. ظننت أنك لن تعرضها علي. إذاً للحصول على أفضل بيتزا في العالم وفي الكوكب كله، أقصد مطعم فيتو. وإن أردتم أسوأ بيتزا، جربوا ماما ميني، إنها رديئة جداً. أحب إيدي جورمون، كلما يعرضون هذا النقد أتلقى 100 طلب إضافي. هذا ما ألاحظه. سوف أعيد تجهيز آلة البيتزا لأصنع عجلات شعاعية فولاذية فطعمها متشابه. أنا ممنون جداً لمساعدتكم. ستحصلون على كمية البيتزا التي تريدونها، أنتم ضيوف فيتو. كل البيتزا مجاناً؟ هل سيتوقف؟ طبعاً، سيصادف الأنشوف أخيراً. الأفكار. لا تفوت البوفيه المفتوح يوم الأحد في مطعم فيتو، حيث توجد أفضل بيتزا في الكون. يبدو هذا جيدا. لابد من أنه جهاز صنع الحلوى الذي طلبته من قناة التسوق. أجل، لكن ما هذا؟ أين هو الجهاز؟ لابد أنهم أخطأوا في طلبي. أنا منزعج الآن. خوذة لتوارد الخواطر، أداة التخاطر الأولى عالمياً التي تسمح لك بقراءة أفكار الآخرين، البطارية في الداخل، بلد المنشأ الصين، إلى خيل خيل أخ. مزيف، متصنع وقبيح أيضاً. هي أعتقد أن يمكنني أن أجرب هذا الجهاز. لنرى، اضغط على الزر وشغل الجهاز، ثم ابحث عن أحد واستخدم المقبض الأخضر لتقرأ أفكاره الدفينة. ربما علي رفع معدل الصوت قليلاً. علمت ذلك، هذا الجهاز لا يعمل تماماً كتلك النظارات الشعاعية السخيفة التي كانوا. أحتاج لكوب من القهوة الآن. حسناً، من كان يظن ذلك؟ هذه الخوذة الغبية تعمل. كان علي معرفة أنه لن يعمل مع أودي، فذلك الكلب لا يملك دماغاً. مرحباً، ها هي اللازانيا الصباحية الطازجة المفضلة لديك. آمل أنه لن يلاحظ بأنني طهوت له بعض اللازانيا المثلجة؟ هل ظننت حقاً أنك ستنجو من هذا؟ أرجوك. أستطيع التفسير، نفد الجبن من عند البقال. هذا القط ذكي، لحسن الحظ أنه لا يعلم بشأن قالب الحلوى بطعم الجزر الموجود خلف علبة الحليب. مياو.
ها أنا أظرف قط في العالم. أنا أعرف هذا الصوت جيداً. أهلاً نورمو، تبدو هذه المثلجات شهية، هل لي بلعقة صغيرة؟ في الواقع مانع، لقد تأهلت إلى النهائيات في مسابقة أظرف قط، ولا أود أن ألتقط جرثومة من أحد قبل العرض النهائي، وبخاصة منك أنت. إن لم يلاحظ غارفيلد بأنني أضع كحلاً على عينيه، فربما الحكام لن يلاحظوا. هاي نورمو، تلك المسابقات لديها قوانين ضد التزيين، سيكون من العار إن اكتشف الحكام أنك تضع الكحل. كيف علمت بشأن ذلك؟ أنا لم أخبر أحداً. شكوا بأننا سنجدها على الأرض، فهذا الكوكب بدائي للغاية، علينا تبليغ الإمبراطور كال على الفور. لاقني عند الزقاق واحرص على ألا يتبعك أحد. حسناً. لا فكرة لدي عن نواياهما، ولكن سأراقبهما. أوه لا أصدق، كائنان فضائيان متنكران بهيئة إنسان. ليكن الأمر مهما، كنت في طريقي لمشاهدة العرض الأزلي. إن بحثنا الطويل عبر المجرات لم يذهب عبثا يا سيدي. تمكننا ربما من إيجادها على كوكب صغير يدعى الأرض. مطعم فيتو، أفضل بيتزا في الكون كله. هيا اذهبا الآن فورا وتحققا من الأمر. وإذا كانت هذه البيتزا الأفضل في الكون، سنغزو الأرض ونرغم أبناءها على تحضير ملايين البيتزا الوطنية. أجل حاضر يا سيدي. واو، إن مصير كوكبنا والبيتزا ملقاً على كتفي. علي الذهاب لتحضير فيتو، من يعلم قد أحصل على غداء مجاني. أين تظن نفسك ذاهباً يا غارفيلد؟ فيتو، عليك إدخالي، هناك كائنات فضائية قادمة إليك، إنها تسعى خلف البيتزا. ألا تستطيع رؤية اللافتة الجديدة على الباب؟ حسناً، تناولوا ما شئتم مقابل 7 دولارات. هذا لا ينطبق على القط الذي يبدأ اسمه بحرف الغين. مضحك جداً. والآن اعذرني أرجوك، لدي بعض الزبائن. مساء الخير، تفضل رجاءً. نبحث عن أفضل بيتزا في الكون. أنتما في المكان المناسب، تفضلا من هنا. إذن أي نوع من البيتزا تريدان؟ جميعها. لابد وأنكما جائعان جدا. أنت لا تملك أدنى فكرة. أحببتما ذلك؟ أجل. كلا، كل شيء ما عدا هذا. أنتما لا تحبان شرائح السمك. تلك الأشياء سامة لنوعنا. سأحضر البيتزا من دون شرائح السمك. لا يحبان شرائح السمك؟ جرب البيتزا الخاصة بمطعم فيتو. اسمعي سيدتي، أخبرتك مراراً بأنه كان علي إغلاق المطعم منذ 20 دقيقة. اذهبا الآن هيا. إن هذا البشري يزعجني، أيمكنني تناوله؟ لا تفعل، البيتزا التي يعدها هي الأفضل في الكون، لنبلغ الإمبراطور كان على الفور. أكره الخيال العلمي. كائنات فضائية أو مهما يكن، لن أقوم بتحضير المزيد من البيتزا.
أين هي البيتزا خاصتي؟ دعني أتولى ذلك يا سيدي. مرحبا أيها الأرضي، المذاق الشهي والفريد للبيتزا التي تعدها هو أسطوري في كل الكون. إن الإمبراطور كارل سافر بنفسه عبر المجرة كلها من أجل تذوقها. حقا؟ فإن أحبها سيرغب في تصديرها عبر درب التبانة. سنقوم بتوزيعها عبر النجوم. نعم بالطبع، امنحوني 15 دقيقة وسأقوم بتحضير أفضل بيتزا في الكون. ماذا تفعل هنا؟ فيتو، لا يمكنك أن تطهو لهما، يريدان السيطرة على الأرض. لما تحاول تدمير تحفة فيتو؟ سأحظى بأفضل دعاية مجانية إن أحب الإمبراطور كارل البيتزا التي أحضرها. لو أنه يستطيع أن يفهم الكائنات الفضائية أوه بالطبع، لما لم أفكر في ذلك من قبل؟ ماذا تظن نفسك فاعلاً؟ هؤلاء الأرضيون ساذجون للغاية. متى سنسيطر على كوكبهم القبيح؟ حالما يتذوق الإمبراطور كارل البيتزا التي يعدونها. الآن لقد فهمت، علينا القيام بشيء. أنا أؤيد ذلك. شرائح السمك بالطبع، سنحضر لهم بيتزا لن ينسوها في حياتهم. تفضل. يامي. من هذا؟ إنه مساعدي. أيها الخونة، لقد حاولتما تسمين الإمبراطور. ولكن سموك، نحن كنا سأرسلكما للعمل في مخازن اليورانيوم في الجزء المظلم من الطيران. سألغي غزو الأرض فورا. سنعود بعد آلاف السنين لنرى إن كان سكان الأرض قد حسنوا طهوهم. إنها أسوأ بيتزا في الكون. حسنا، أظن بأنني مدين لك بهذا الشيء. آمل بأنك ما زلت تشعر بالجوع. دعها هنا.